الرئيسية من الإخبارية السورية في دمشق، نشرة الأخبار مع جلال إبراهيم. وتتابعنا في الرئيسية لهذه الليلة. وحدات الجيش توسع نطاق سيطرتها بريف حمص الشرقي وتستهدف إرهابيي داعش في محيط دير الزور. والمقاومة اللبنانية تقضي على عدد من إرهابي النصرة في جرود عرسال وتعثر على عبوات وأسلحة بعد فرار الإرهابيين. الفلسطينيون يواصلون اعتصامهم أمام أبواب الأقصى وغضب شعبي متزايد من إجراءات الاحتلال. حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه النشرة الرئيسية نقدمها لكم من دمشق. البداية من الأخبار الميدانية، حيث أكد مصدر عسكري أن وحدات من القوات المسلحة استعادت السيطرة على قرية البغيلية شمال شرقي جباب حمد بأربعة كيلومترات في ريف حمص الشرقي، وقضت على أعداد من إرهابيي داعش ودمرت أسلحتهم وعتادهم. إلى ذلك دمرت وحدات من الجيش بإسناد جوي مستودع ذخيرة لتنظيم داعش الإرهابي في قرية البغيلية في محيط مدينة دير الزور، وقضت على العديد من إرهابيه. عمليات نوعية ينفذها الجيش العربي السوري ضد تنظيم داعش الإرهابي، مستخدما فيها تكتيكات خاصة تناسب طبيعة البادية السورية، محققا المزيد من الإنجازات الميدانية. تكتيكات الجيش مكنته من إعادة الأمن والاستقرار إلى قرية البغيلية شمال شرق قرية جباب حمد جنوب ناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي. يأتي هذا التقدم الميداني لتكبيد التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد. فيما تعمل وحدات الهندسة على تفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها إرهابي داعش في مداخل القرية وبين المنازل قبل فرار من تبقى منهم باتجاه عمق البادية. وتمكنت وحدات من القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء من تنفيذ عمليات عسكرية واسعة على محور خناصر أثرية وناحية جب الجراح وجنوبها، إضافة إلى ريف سلمية الشرقي وشمال شرق منطقة التنف في عمق البادية، لاجتثاث إرهابي تنظيم داعش الإرهابي سيطرت خلالها على مساحات كبيرة ووصلت إلى مشارف الريف الجنوبي لمدينة البوكمال. وإلى دير الزور، حيث وجهت وحدات من الجيش العربي السوري مدعومة بالطيران الحربي عمليات مركزة بضربات محكمة على تحصينات تنظيم داعش، ما أسفر عن تدمير مستودع للذخيرة وقضت على العديد من إرهابيه. كما خاضت وحدات الجيش اشتباكات متقطعة مع مجموعات إرهابية من داعش في المقابر ومحيط المطار ومحيط الفوج 137، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن 4 كتائب من الشرطة العسكرية الروسية تقوم بتنفيذ مهماتها في مناطق تخفيف التوتر في سوريا. وقال شويغو في اجتماع لهيئة رئاسة وزارة الدفاع الروسية، قال إن 4 كتائب من الشرطة العسكرية شكلت في المنطقة العسكرية الجنوبية تنفذ حاليا مهماتها في الأشرطة الأمنية من مناطق تخفيف التوتر في أراضي الجمهورية العربية السورية.
جدد الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون دعم لبنان للجهود المبذولة بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا. وأكد الرئيس عون خلال لقائه وزير الدولة البلجيكي أندري فلاهاو في بيروت، أكد على دور الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في محاربة الإرهاب على الحدود ومطاردة الخلايا النائمة، لافتا إلى أن العمليات الاستباقية حققت نتائج إيجابية في عملية حفظ الاستقرار والأمن داخل البلاد. ومن جهة ثانية، أكد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني أهمية وحدة الموقف اللبناني في مواجهة التحديات والأخطار المحدقة بلبنان، مشددا على ضرورة التصدي للإرهاب سواء كان في الجرود أو في الداخل. وقال بري في تصريح بمجلس النواب أن الجماعات الإرهابية تحتل جزءا من الأراضي اللبنانية في الجرود الشرقية، وواجب اللبنانيين تحرير هذه الأرض، وهو عمل دستوري ومقدس ولا خلاف على هذا الموضوع. قضت المقاومة اللبنانية خلال تقدمها في جرود عرسال على المسؤول العسكري عن عمليات جبهة النصرة الإرهابية المدعو عمار وردي. وفي وقت سابق اليوم قضت المقاومة الوطنية اللبنانية على عدد من إرهابيي جبهة النصرة ودمرت آليات لهم خلال المعركة التي تخوضها لليوم السادس على التوالي ضد التنظيمات الإرهابية في جرود عرسال. وأنا هذه المرة هي المرة الأخيرة التي ستحدث فيها عن جرود عرسال. المراحل النهائية من معركة تحرير الجرود باتت في ساعاتها الأخيرة. قوات المشاة في المقاومة اللبنانية تقدمت نحو مواقع إرهابي النصرة في وادي حميد في جرود عرسال، فيما قضت على عدد من إرهابي جبهة النصرة ودمرت آليات لهم عند أطراف وادي الخيل. في يومها السادس تواصل قوات المقاومة تقدمها في جرود عرسال، حيث سيطرت على المزيد من المناطق المؤدية إلى وادي حميد ومنطقة الملاهي آخر معقلين للنصرة في الجرود. معارك مشرفة خاضتها المقاومة تهاوت بها دفاعات الإرهابيين، حيث أوقعت 17 قتيلا من إرهابي جبهة النصرة ودمرت 3 آليات وقاعدة لإطلاق صواريخ تابعة لهم في جرود عرسال. هذا وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية سيطرت على وادي كميل ووادي حمودي ومكعبة الفرن والبيدر وشعبات النحلة ووادي ضليل البراك خلال عمليات في جرود عرسال. ونتابع فيما يلي مشاهد العبوات ومتفجرات خلفها إرهابي جبهة النصرة في وادي الحصن بعد فرارهم من نقاطهم إثر التقدم الواسع للمقاومين في الجرود.
وللمزيد ينضم إلينا في استديو الرئيسية السياسية دكتور محمود محمد. مرحبا بك دكتور. يسعد مساك. أهلا بك دكتور. اليوم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أعلن بأن 4 كتائب للشرطة العسكرية الروسية أصبحت موجودة في مناطق تخفيف التوتر. اليوم موسكو أصبحت فعلا واثقة من التزام واشنطن بالتزاماتها. طبعا موسكو هي التي أطلقت هذه الفكرة، ومن خلال مؤتمر أستانا كان لها الدور الأكبر في تحديد المناطق التي تم بموجبها الاتفاق مع الأمريكان بعد لقاء هامبورغ بين بوتين وترامب، على أن تكون هذه المناطق في المنطقة الجنوبية خاضعة لتخفيف التوتر. عندما تأتي الشرطة العسكرية وتكلف روسيا بشكل رسمي بالرقابة على هذه المناطق فلا بد من آلية. ولكن روسيا بدأت هذا الموضوع بعد اتفاقها مع واشنطن. نعم، لا بد من آلية لتنفيذ هذا الاتفاق. أعتقد أن الضوء الأخضر الأمريكي مجبرة، الولايات المتحدة اضطرت إلى أن تسلم لروسيا بالدور في هذه المنطقة كونها الأقدر، لها مصداقية عند الحكومة السورية بشكل كبير، تحارب الإرهاب حقيقة، وأيضا في المناطق التي ستراقب فيها هي حريصة على أن تطبق هذا الاتفاق بحذافيره حتى لا يتم خرق من بعض الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تخريب هذا الاتفاق. طيب دكتور محمد، ما الخطوة التالية برأيك؟ الخطوة التالية طبعا إيصال مساعدات إنسانية. اليوم دخلت إلى الغوطة قافلات ترفع العلم السوري والروسي، بسط سيطرة الدولة أو يعني نفوذ الدولة السورية على أرضها الطبيعية، إدخال مؤسسات الدولة، البدء بحوار مع هذه الجماعات الموجودة في الداخل من أجل تلبية مطالب المواطنين الموجودين، والدفع باتجاه الحوار السياسي الذي يجب أن ينتهي حكما بتسليم الجماعات المسلحة سلاحها إلى الدولة السورية، دخول الدولة السورية إلى هذه المناطق وتقديم الخدمات لمواطنيها، وبالتالي سيادة الدولة على أرضها بشكل دكتور طبيعي. لو سمحت لي بالعودة إلى هذه النقطة اللي هي العلاقات الروسية الأمريكية. اليوم عندما تقوم واشنطن بفرض عقوبات على عدة دول منها روسيا، ألا يؤثر هذا على العلاقات الروسية الأمريكية من جهة، ومن جهة أخرى على الاتفاق بين واشنطن وموسكو في جنوب سوريا؟ طبعا بالنسبة للعقوبات، يعني المسؤولون الروس صرحوا أنها قنبلة تنسف بالتأكيد أسس العلاقات بين الدولتين، وهذا أمر خطير جدا. عندما تقوم الولايات المتحدة بهذه القرارات الأحادية بفرض عقوبات على دول ذات سيادة، هذا مخالف للقانون الدولي. لا يحق لدولة أن تفرض اعتباطا عقوبات على دولة أخرى، لكن الرد الروسي يعني كما تحدث الروس أنه سيكون مؤلم للولايات المتحدة وهي ستخسر اقتصاديا. هذا الاستفزاز الأمريكي نتمنى ألا ينعكس على الوضع في سوريا. هذا هناك من يقول بأن هناك داخل الإدارة الأمريكية أيضا يعني من يريد تعطيل هذا الاتفاق، من يريد الذهاب باتجاه آخر، هذا ما دفع باتجاه هذا ما شاهدناه تماما. هل تؤيد هذه الفكرة؟ نعم، هناك جناح يريد الدفع لحوار بناء مع روسيا يعود بالفائدة على الدولتين، لكن هناك تيار آخر أعتقد أن الإصبع الصهيونية تحركه متشدد. يعني ماكين مثلا عندما أعلن ترامب وقف برنامج تسليح الجماعات الإرهابية في سوريا اعتبر ذلك تسليم للروس. هناك ضغط على ترامب من بعض المحافظين جمهوريين وديمقراطيين ألا يسير بعيدا في التنسيق مع روسيا وأن تبقى الولايات المتحدة في دائرة الاستقطاب. في حال طبقت هذه العقوبات سيكون هناك برأيك يعني، لأنه هي تنتظر موافقة الرئيس الأمريكي من أجل تطبيقها، سيكون هناك ربما في قادم الأيام يعني شكل أوضح لهذه العلاقة الروسية الأمريكية. دكتور محمود محمد المحلل السياسي، كنت ضيفي في الرئيسية، شكرا لك. شكرا لك. قد نجوت وعمت مساء، فلا تتمنى السلام، أنت نجوت من الحب والحرب، أنت الوحيد الذي لم يموت أبدا، فاتبع القافلة.
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المناضلة نهال المقت بشروط تعسفية وفق ما أفاد مراسل الإخبارية السورية في الجولان المحتل، وذلك بعد أن اعتقلها من منزلها في قرية مجد الشمس بالجولان المحتل فجر اليوم. مراسلنا عماد المرعي والتفاصيل. داهمت سلطات الاحتلال الصهيوني فجرا منزل الشيخ سليمان المقت الكائن في مجد الشمس، وقامت باعتقال ابنته نهال المقت شقيقة الأسير المناضل صدقي المقت، واقتادتها إلى مركز التحقيق في وحدة ما يسمى اليمار لتطلق سراحها في وقت متأخر بشروط تعسفية وتضعها في الإقامة الجبرية. ليس غريب على هذا الاحتلال الغاشم الذي يستعمل هذه الأساليب منذ 50 عاما في جولاننا الحبيب، وأقدم عدة مرات على اعتقال النسوة وعلى اعتقال الشباب وعلى اعتقال الشيوخ لأنهم واقفين في وجه هذا الاحتلال ومطالبين بحقنا والعودة إلى الوطن الأم سوريا، ولكن نحن في الجولان واقفين وسنبقى واقفين أمام هذه الممارسات التعسفية وفي وجه هذه الممارسات التعسفية، لأننا عرب سوريين لا يمكن أن نتنازل عن قوميتنا وعن هويتنا العربية. سلطات الاحتلال قامت بالعبث في المنزل وصادرت أجهزة الهواتف النقالة والحاسوب كجزء من ممارستها التعسفية بحق المناضلين من أبناء الجولان المحتل ومحاولة ثنيهم عن موقفهم الوطني الرافض للاحتلال ودعمه للإرهاب. الدولة النووية خايفة من امرأة بالبيت قيادية، هل هذا هو يعني هذا هناك قانون يعني مرأة إلى حريتها إلى احترامها إلى شو اسمه كيف بياخذوها يعني هل نقدر نقوله بس مش أكثر يعني. تحاول سلطات الاحتلال تشكيل رأي عام من خلال ترهيب كل من يتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سبق وان استدعت العديد من النشطاء الفلسطينيين والسوريين من أبناء الجولان المحتل بتهمة التحريض. سيبقى هذا المنزل كشجر السنديان متجذرا بسفوح الحرمون، وسيبقى الجولان عصيا بوجه الاحتلال وممارساته التعسفية. للإخبارية السورية عماد المرعي، الجولان السوري المحتل. المناضلة نهال المقت هي شقيقة الأسير صدقي المقت وابنة عائلة نضالية، نموذج عن الأسر الجولانية التي ترفض الاحتلال بكل تفاصيله. ليست الساعات التي اعتقلت فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ابنة الجولان المحتل نهال المقت إلا تعبيرا عن غضب دفين يعتمل في نفوس جنود الكيان وقادته من أسرة مقاومة بأكملها، بدءا ببشر المقت مرورا بمانديلا صدقي وليس انتهاء بنهال ابنة مجد الشمس القرية الجولانية السورية المحتلة. ذاقت طعم الاعتقال في سجون الاحتلال الذي أفرج عنها بشروط تعسفية، أحدها منعها من التصريح الإعلامي عما حدث معها وعن أسباب الاعتقال. نهال الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد عبرت أكثر من مرة عن حبها لوطنها الأم وتمسكها بالمقاومة حتى الانتصار والتحرير، وربما كان هذا السبب الرئيسي لاعتقالها. المناضلة المقت هي شقيقة الأسير صدقي المقت عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذي قضى 27 عاما في سجون هذا الاحتلال ليعيد العدو اعتقاله في 25 من شباط عام 2015 ويحكم عليه مجددا بالسجن لمدة 14 عاما لأنه كشف بالصوت والصورة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتقديم الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية في منطقة الفصل في الجولان وفي جنوب سوريا، وذلك عبر مقاطع مصورة عرضتها الإخبارية السورية. جدلت نهال وأخواتها في النضال من خيوط الشمس أكاليل عز وغار، وسجلنا في كتب التاريخ بأحرف من ذهب أن المرأة السورية لا تقل نضالا عن الرجال، وأن لها في معارك الكرامة صولات وجولات. وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل الإخبارية في الجولان السورية المحتل عماد المرعي. مرحبا بك عماد. مرحبا بك سمير. عماد، ما هي الأسباب المعلنة من قبل العدو لاعتقال المناضلة نهال المقت، وما الشروط التعسفية التي بموجبها تم إطلاق سراحها؟ يعني الحقيقة لا يمكن أن نحصر الإجابة بالأسباب المعلنة.
فقط، حيث أن من الواضح أن الاحتلال يقوم بسياسة ممنهجة في الجولان المحتل والداخل الفلسطيني تقضي بترهيب كل من يحاول استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لكشف الحقيقة وتشكيل رأي عام، وبالتحديد يعزز دور سوريا وما تمثله سوريا في هذه الأثناء بالتحديد. نعم. الاحتلال يقوم أو وجه تهمة الاتهام بالتحريض على ما يسمى أمن الدولة، وتحت هذا العنوان يستطيعون أن يفعلوا ما يشاءون، يستطيعون أن يستدعوا من يشاءون لترهيبهم ولمنعهم للحديث أو لتوضيح الحقيقة أو حتى للتعبير عن ما في بداخلهم. ونحن لسنا بعيدين عن السير محرر من مدينة أم الفحم الذي أيضا اعتقلته قبل فترة وحكمت عليه بالسجن لمدة 6 أشهر. نعم عماد المرعي مراسل الإخبارية السورية من الجولان السوري المحتل كنت معي عبر الهاتف، شكرا لك. بحثت وزيرة التنمية الإدارية دكتورة سلام صفاف مع سفير إيران بدمشق جواد ترك أبادي سبل تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بقضايا التنمية البشرية والإدارة في مقر الوزارة بدمشق. الوزيرة صفاف شرحت طبيعة عمل الوزارة ومهامها في إصلاح الوظيفة العامة وتحسين الخدمات للمواطن وأنظمة إدارة الموارد البشرية. من جانبه أكد السفير أبادي أكد استعداد إيران لتقديم الدعم لسوريا والخبرات والمعارف والتجارب، وبين أيضا أن اللقاءات بين الجانبين ستتواصل لتبادل الخبرات في مجال العمل الإداري والبعثات التعليمية والمهنية والتدريبية. تناول اللقاء عدد من المحاور قمت خلالها بعرض محاور المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية وأهمية القرار السياسي في هذه اللحظة من تاريخ سوريا بعد أن شارفت الأزمة السورية على أن تصل المرحلة النهائية، وأهمية هذا المشروع بالنهوض بمؤسسات الدولة السورية وتحديث أدواتها وبناها التنظيمية ودعم كوادرها البشرية. يحضر إن شاء الله في مستقبل قريب للقاءات متواصلة تبادل التجربيات في مجال العمل الإداري وأيضا في إطار تبادل الخبرات والبعثات التعليمية والمهنية والتدريبية في المجالات التي يحتاجها أي من الطرفين. سوف نبقى نقدم كل العون المستطاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى شقائنا السوريين، وكذلك سوف نبقى نبادل ما نعطي بما أيضا نأخذ منهم من تجربة ومعرفة ودراية وعلوم جدا جميلة. يواصل الفلسطينيون اعتصامهم ورباطهم عند أبواب المسجد الأقصى رفضا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بحق المسجد المبارك، ويؤكد المقدسيون رفضهم القاطع لنصب ما سمي بالكاميرات الذكية عند أبواب الأقصى. لا شيء تغير في مدينة القدس المحتلة، فأبواب الأقصى لا تزال موصدة بوجه الفلسطينيين، وأبناء المدينة يرفضون الخضوع لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة. فرغم الإعلان عن البدء بإزالة البوابات الإلكترونية من أمام باب الأصباط أقرب الأبواب للمسجد الأقصى، إلا أنه استبدلها بكاميرات ذكية لكشف المعادن كما يشيع الاحتلال، لم تغير من واقع الأمر شيئا، فيما جاءت أوامر نتنياهو بتفتيش جميع الداخلين للأقصى يدويا كمن يصب المزيد من الزيت على نار الغضب الفلسطيني. احنا لم نرضى في البوابات الإلكترونية ولا غيرها ولا أي نوع من الكاميرات ولا أي شيء ممكن أنه يمس في المسجد الأقصى، وممكن أنه يمس في عقيدتنا، ممكن أنه يمس في المكان الطاهر المقدس هذا. الحمد لله قاموا البوابات، بس احنا بدنا نقيموا الكاميرات هلقيته، وبدنا ننازل خليهم يخشوا على جوا يصلوا براحتهم في جوات الأقصى، وبدنا يكون يعني هدوء، ما بدناش مشاكل يعني بتعرف يعني.
ولليوم 11 على التوالي لا يزال الفلسطينيون في حالة رباط أمام أبواب الأقصى، فالصلاة أمام الأقصى مقاومة والتظاهر للأقصى مقاومة أيضا. عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق وإصابات متعددة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم عند باب الأسباط، فيما شرعت قوات الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة شملت القدس والخليل ومدينة أم فحم الفلسطينية المحتلة عام 48 التي خرج منها منفذو عملية القدس. وفيما اعتبر 77% من الإسرائيليين أن قرار إزالة البوابات الإلكترونية تراجعا من حكومة نتنياهو، إلا أن الفلسطينيون على أن لا صلاة في الأقصى تحت حراب الاحتلال وكاميرات مراقبته. الغرب مسؤول بالكامل عن أزمة المهجرين، دعم الإرهاب في بلدانهم فغادروها، وعندما ذهبوا إليه عاملهم بشكل سيء. هاشتاج هذه الليلة. بهذا الهاشتاج نصل إلى ختام هذه النشرة الرئيسية، تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وحدات الجيش توسع نطاق سيطرتها بريف حمص الشرقي وتستهدف إرهابي داعش في محيط دير الزور. المقاومة اللبنانية تقضي على عدد من إرهابي النصرة في جرود عرسال وتعثر على أبوات وأسلحة بعد فرار الإرهابيين. الفلسطينيون يواصلون اعتصامهم أمام أبواب الأقصى وغضب شعبي متزايد من إجراءات الاحتلال. في الختام نشكر لكم هذه المتابعة، بعد قليل سنتابع كلمة للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله. دمتم بأمان الله.